ارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من رياح وأتربة على بعض المحافظات. أهلا بيكم في خدمة إخبارية جديدة من تلفزيون الوطن ومتابعة لحالة الطقس زي ما عودناكم كل يوم. النهاردة زي ما احنا متابعين في استقرار نوعي في حالة الطقس، أو بمعنى آخر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بعد ما شفنا اليومين اللي فاتوا أمطار في بعض المناطق. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقع النهاردة يكون في نشاط للرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء ومدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس والأرصاد النهاردة معانا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور منار. أستاذ كريم، وأهلا بكل متابعي تلفزيون الوطن. دكتور، ماذا عن حالة الطقس اليوم، وهل هيكون في رياح مثيرة للرمال والأتربة ولا لا؟ احنا بالفعل اليوم متوقع ان احنا نستمر تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية، فلسه مستمر معانا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، لان العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ففي ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب المحافظات فيما عدا السواحل الشمالية الغربية، درجات الحرارة عليها معتدلة، ومتوقع عظمى على المطروح والاسكندرية ما بين 19 و 20 درجة مئوية خلال فترة النهار. يعني احنا هنحس بالاجواء خلال فترة النهار ان هي اجواء دافية على محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية الشرقية، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أجواء معتدلة تماما على سواحلنا الشمالية الغربية، ده فترة النهار. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ فترة الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر صغرى فترة الليل 13 و14 درجة مئوية للقاهرة الكبرى، فهنحس بالأجواء الباردة خلال فترة الليل، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح خلال فترات الليل، ده بيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة. بالإضافة كمان إن اليوم في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، وإحنا بنقول كتل هوائية من مناطق صحراوية، فبالتالي نشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة، وممكن الأتربة دي تؤدي لانخفاض رؤية أفقية، خاصة في مدن القناة، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية، المناطق دي ومحافظات كمان الوجه البحري، المناطق دي المعرضة للأتربة والرمال المثارة، خاصة بعد فترة الظهيرة مع تحول الكتل الهوائية الجنوبية إلى شمالية ودخول الجبهة الباردة، الوقت ده هو اللي بيكون فيه أتربة ورمال مثارة بشكل واضح وبشكل كبير. يمكن كمان اليوم متوقع أن يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيف على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، فقط بتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية. متوقع من غدا إن شاء الله السبت يكون فيه انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، انخفاض ده بحوالي من درجتين إلى 4 درجات، فنبدأ نسجل درجات حرارة ما بين 21-22 درجة مئوية للقاهرة الكبرى، يمكن كمان متوقع أن هي توصل لـ20 درجة مئوية، فهنحس بالأجواء المعتدلة المائلة للدفء الشتوية خلال فترات النهار خلال الأيام القادمة إن شاء الله، وده بسبب أن مصادر الكتل الهوائية هتتحول لمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وجود كمان امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا من غدا السبت إن شاء الله، ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وكمان زيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية وتحولها الأمطار ما بين المتوسط والخفيف على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، خفيف للمناطق الداخلية، يعني هتتقدم كمان لمحافظات جنوب الوجه البحري أمطار خفيفة، وانخفاض درجات الحرارة ده متوقع يكمل معانا لحد يوم الثلاثة الأربعة الجاي. وطبعا كل سنة وحضراتكم بخير، متوقع مع نهاية الأسبوع بداية شهر رمضان الكريم اللي هيكون لسه فيه درجات الحرارة مع أول يوم فيها ارتفاع طفيف، لكن طبعا مش ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يعني ممكن نقول زي النهاردة ما بين 23-25 درجة مئوية، ممكن أكيد مع اقتراب شهر رمضان نبدأ نقول درجة الحرارة كام، لكن بصفة عامة بداية فصل الربيع هتكون يوم الثلاثاء القادم
نهاية فصل الشتاء يوم الاثنين اللي جاي ان ده شاء كنت الله عاوز اسال حضرتك نبدأ. فيها دكتور، ان خلاص ايام وبينتهي فصل الشتاء رسميا، يعني ايه التغيرات اللي هتشهدها يعني او هيشهدها حالة الطقس خلال الايام المقبلة يعني. احنا طبعا بنقول ان الشتاء هينتهي 20 مارس، يبدأ الربيع 21 مارس. خلينا نقول معلومة سريعة عن فصل الربيع، ان احنا بنسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار العام كله اللي بتتجاوز احيانا ال 45 درجة مئوية للقاهرة الكبرى، لكن ده بيكون في النص الثاني من فصل الربيع، يعني بيكون تقريبا مع شهر 5 وشهر 6، لأن احنا دايما في الربيع معظم مصادر الكتل الهوائية بتبقى قادمة من مناطق صحراوية، وبنبدأ نسمع عن المنخفضات الخمسانية اللي بيكون معاها أتربة، فبالتالي بنسجل فيها درجات حرارة مرتفعة، لكن ما بنحسش بيه زي فصل الصيف، ما بنحسش بالارتفاع ده زي فصل الصيف بسبب انخفاض نسب الرطوبة. لكن دايما بنقول ان الفصول الانتقاليه زي الخريف والربيع بياخدوا دايما من الفصول القبليه والبعديه، يعني النص الاول من فصل الربيع هياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي بيكون لسه فيه تقلبات جويه، لسه درجات الحراره ما ارتفعتش بالشكل الكبير، معظم الايام بتكون درجات الحراره فيه معتدله، وارد يتخللوا طبعا موجات ارتفاع في درجات الحراره. مع النص الثاني اللي بياخد بعض سمات فصل الصيف تبدا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع، والارتفاع الكبير والملحوظ كمان. يعني بصفة عامة إن شاء الله شهر رمضان الكريم تكون معظم أيامه أجواء ربيعية معتدلة، يتخللها بعض موجات ارتفاع في درجات الحرارة وبعض التقلبات الجوية. بس خلينا نأكد إن إحنا في الفترة دي يمكن اليوم بنقول فيه أتربة ورمال مصارة، ودايما الفترات اللي بتبقى في الربيع بيكون فيها أتربة ورمال مصارة. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية يفضل لو إحنا خارجين يبقى دايما معانا الكمامات، لو في أتربة طبعا نرتدي الكمامات، لو مفيش أتربة يبقى بس يعني إجراء احترازي إن إحنا معانا الكمامات، لانها بتسبب طبعا مشاكل لمرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، تحديدا اليوم في اتربه ورمال مصاره. مهم كمان مع اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه لازم طبعا تكون القياده بهدوء تام. ومهم كمان ان احنا برضو في الفتره دي فتره تقلبات جويه وفرق كبير بين درجه الحراره فتره النهار وفتره الليل، بقدر الامكان لو خففنا فتره النهار فترات الليل لازم تكون معانا ملابس شتويه، قطعه ملابس اضافيه جاكيت نرتديه لما نحس بانخفاض درجات الحراره، لان احنا في الفترات الجايه هتلاقينا بنخرج كتير بالليل، بننزل نصلي التراويح، فمهم جدا ناخد بالنا من الملابس ونوعيه الملابس خلال فترات الليل. دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، كل عام وحضرتك بخير وبشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. الدكتورة منار كانت معانا علشان توضح لنا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وكمان حالة الطقس خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بتقريبا كل التفاصيل. بكده تكون انتهت نشرتنا، استنونا في نشرات إقبالية جديدة على شاشة التلفزيون.